الآن خطبة الجمعة. إذا خطبة جمعة دينا دي أشتغل خطبة. يستطيع يخطب خطبة الجمعة يفتتح فيها بالبسملة والحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الخطبة تعدو دي أشخناها تدرخ شتاكو دي بسم الله يغتول دي الحمد الله عن خاستان بطو يغتول دي حبا يمرن صلى وقتا يغتول يقرأ مثلا آية الفاتحة سورة الفاتحة يغتول دي فاتحة دي يشتوم صلى يقرأ حديث واحد يتسع حديث دي الشأت يأمر بتقوى الله يقول اتقوا الله عباد الله تحقى نا يوسي دوتو دي لغتير ارتاني يدعو يغدو عدتو ثم خطبتين يخشول الخطبة دوتو. ثم بعد هذا يصلي يعني لا يلزم أن الخطبة تكون طويلة خطب النبي صلى الله عليه وسلم كانت قصيرة بايمر صلى الله عليه وسلم خطبة دا إذا يجيم خلاعو ناغن مموتر تغنى خطبة دا دعوة لجا يخل يشاتوني وخلخل يشاتوني لماذا يصلي بعض الناس الظهر ولا يستطيع واحد أن يقول آية يقرأ سورة الفاتحة مثلا يقول اتقوا الله عباد الله وربنا آتنا في الدنيا حسنة مثلا دعاء مختصر تعتبو ناخ إداء الله مزدنا يرزب تدي أشهون دتي عبوغ تعوات تدي أحتان يقع حلقة يتحقى إداء الشاء يدى لقير هاي ناخ خطبة دينا يجمع الله مزد يشلش أو يأخذ مثلا من الخطب هذه المكتوبة لكن يختصر لا يطول على المصلي يا حقيقة تبو حقيقة شوتن كيخت حقيقة شيازن دو دوت دقة تدي يش خطبة دا يش يشوتن